السلام عليكم متابعيني، معاكم حسين البياتي. راح اشرح لكم اليوم جهاز إيكوينوكس 800 جديد من شركة مايل لاب. شنو الجهاز هذا يتميز عن بقية الأجهزة اللي موجودة بالسوق؟ هذا الجهاز ملتي فريكونسي، يعني تقدر تخليه الجهاز اللي بالك. بقية الأجهزة اللي موجودة في السوق هي سينجل فريكونسي أو فيها ثلاثة فريكونسي مانوال. هذا تقدر أنت تتحكم به اللي تريده اللي تحبه. الجهاز أكثر من رائع، وزنه خفيف 1.3 كيلو. استخدامه شوية أشوفه صعب، بس الميزات اللي موجودة فيه جدا عالية. الجهاز طبعا مخصص للتريجر هانتينج اللي هي الكنوز والعملات، وفي سيتينجز اللي هو حقة الذهب الخام، ممكن نستخدمه للذهب الخام. بس أشوف الجهاز شوية استخدامه شوية صعب لسبب في ميزات كثيرة، ميزات حلوة. شغل الجهاز، طبعا مثل ما شايفين الجهاز ملتي فريكونسي. من هنا نقدر نتحكم 5 هرتز، 10 15 20 40 اللي هي للذهب الخام، بس ما نقدر نستخدمها مع البارك مود. طبعا الجهاز فيه 4 مودات اللي هي البارك للمناطق اللي موجود فيها تراش عالي، المناطق اللي موجود فيها اوساخ كثيرة، مسامير، علب، فيها معادن كثيرة. المود الثاني اللي هو الفيلد اللي هو الحقل، اذا انت كنت تدور بمزرعة مكان ممكن يكون فيه نسبة الاوساخ قليلة، الاوساخ اللي اقصد بيها المعادن. المود اللي بعد الشاطئ اللي يكون فيه تربة ملحية، لازم تختار هذا السيتينجز. والاخير اللي هو البحث عن الذهب الخام. اشرح لكم عن الذهب الخام اول شيء، لان انا اكثر خبرتي فيه، ما عندي معلومات كافية عن البقية، بس راح اقدم لكم شرح كيف تقدر تتحكم فيها. اولا بالسيتينجز تضغط زر السيتينجز، راح اشوف هاي راح يدخلك على اعدادات النمط اللي انت اختاريته. طبعا الجهاز طلع اصوات لان احنا داخل مكان فيه كهرباء. اول شيء اللي هو النويز كانسلينج، الغاء الضوضاء، تدخل عليه تضغط اكسبت اند ريجكت بتن، ضغطنا هذا الزر راح يختار موجه اوتوماتيكيا حتى اذا تشوف شويه الضوضاء قلت في الجهاز. اللي بعده تعريف الجهاز على التربة، نقدر نخليه مانوال، نرفع وننزل. طبعا ترفع الجهاز وتنزله مع الارض. الصوت، طبعا هذا الصوت ترفع تنزله مثل ما تحب، نزله. طبعا اذا خليت ايدك ظل ضاغط راح يطلع لك خيارات. طبعا هنا بس احنا مشغالين على الذهب فيطلع لك الكل. راح اشرح لكم هاي الميزة اللي هو بالبارك. الترشهولد، الصوت المستمر اللي سامعي داخل الجهاز، اذا رفعناه راح يبقى. ما افضل استخدامه كثير بالذهب الطبيعي، انا عن نفسي استخدمه مطفي. اللي بعد النغمة، تخليه على نغمة واحدة وتظل تشتغل فيه لحد ما تحفظ النغمة براسك حتى تعرف تميز بين الذهب والمعادن الاخرى. accept and reject، هنا راح يشتغل جميع المعادن -9. خليه مثلا 4 3 حتى تلغي الاحجار اللي فيها اكسيد الحديد. اللي بعده سرعة حركة ايدك، سرعة البحث خليها اقصى شي 8. تيجي هنا اذا خليت ملتي فريكونسي الجهاز، ما انصح تخليه على، لما تشتغل ذهب طبيعي ما انصحك تخليه على الملتي فريكونسي، خليه على شي 40. الحساسية انا منزلها، تريد ترفعها فول سنسيفيتي.
شوف الجهاز صار حساس. انا ما اقدر ارفعها الحين، بس انت هناك لما بالشغل ترفعها. ندخل للاعدادات، الشرح اللي عندنا نفسه حقة الذهب الخام، بس اذا تريد تبحث عن معادن طبعا نفس الشيء، تضغط الزر accept and reject، من هنا راح يختار الموجة المناسبة. تعريف على التربة نفس الحالة. الصوت، صوت هنا شوية معقد، انت يعني مو معقد، تقدر تختار تقرأها بالكتالوج، انا ما قاريها الصراحة. تقدر تقرأ كل واحد شنو المعادن اللي موجودة، مثلا من هنا لهنا تقرأ المعادن شنو الموجود. هاي طبعا دائما تكون اكسيد الحديد، احجار اللي فيها اكسيد الحديد، الحديد، المعادن القابلة للصدأ. نقدر مثلا نخلي الصوت فيها 10. تجي على البعد هالصوت نخليه 15، اللي هي اقل قيمة، ممكن تكون ألمنيوم، علب ألمنيوم. نرجع لها من جديد. اللي بعدها طبعا اللي اعرفه انا الذهب هنا راح يكون ذهب والفضة بهذا الخانة. هذي خلينا 15، هاي نخليه مثلا 18. اللي بعدها اذا كان في ذهب نخليه 25. بهالحالة لو في حديد راح ينطيك صوت صوت ناصي، لان انت اوريدي مخليه ناصي. اذا كان ذهب راح ينطيك اعلى صوت. هاي الميزة جدا حلوة، اللي هي تتحكم بكل معدن وصوته. تمام. البعدها الترش هولد، ممكن تخليه صفر، ممكن ترفعه شوية. الجهاز راح ينطيك صوته المستمر، راح يزيدك شوية عمق. النغمة تقدر طبعا تتحكم بالنغمة، وبعد نفس الشيء تقدر تغير، تخلي نغمة للحديد، نغمة للألمنيوم، نغمة للذهب، نغمة للنيكل، للنحاس. هذه الأمور كل واحد تخلي له نغمة باللي يناسبك. طبعا نفس الطريقة، مثلا هذا الحديد، اللي بعده 6، اللي بعده 12، اللي بعده 18، اللي بعده 25. كل خانة إلها نغمة، كل معدن إله صوت مختلف. الـ accept and reject اللي هو إذا تريد تلغي الحديد، بهالحالة تكون انت لغيت الحديد، اللغة. والاخيرة سرعة البحث، سرعة ايدك، انت اللي تحبه، انا دائما افضل السريع. وندخل على الشاشة الرئيسية، ما نخليها 40، ال 40 راح يكون الجهاز جدا حساس. بهالحالة راح تخسر عمق، تخليه ملتي او تخليه 5 وتجرب. والافضل انك تجرب على، تدخل مكان تجرب على الهدف المدفون وتشوف انسب فريكوانسي لهذا المكان. هذا الزر اللي هو يسموه البيت بوينتر، لما يكون الهدف مقابل للطبق بالنص راح يصعد حتى تحدد مكان الهدف بالضبط. جميع المعادن تضغطها من جديد نفس الزر راح يلغي لك الحديد. يلغي الحديد معناه ما يلغي، تلغي بس فقط الحديد، المعادن القابلة للصدأ. اي معدن غير قابل للصدأ ما راح تقدر تلغيه. هاي تقريبا كل شيء عن الجهاز. اذا الجهاز لعبت فيه كثير وتريد تبرمجه او تخليه على ضبط المصنع، نضغط زر التشغيل، ما نرفع ايدنا. فاكتوري بريسيت يعني الجهاز معاد ضبطه. هذا طبعا زر الشاشه اوف، على الحساسيه. هذا الزر الوايرلس حقت السماعه البلوتوث. طبعا في هو طريقتين، في هاي اذا تريد تستخدم السماعة العادية، ممكن حتى تستخدم سماعة ايفون او اي سماعة عادية.
والجهاز يجي بعد معاه سماعة وايرلس بلوتوث، او مو تقنية بلوتوث، تقنية اسرع من البلوتوث تقدر تستخدمها. واظن بهالفيديو شرحنا كل شيء تقريبا، وان شاء الله راح ينزل فيديو اخر في تفاصيل اكثر. وياكم حسين البياتي، اي شيء تحتاجوه، اي سؤال عندكم عدا السعر خلوه في الكومنتات. السعر راسلوا صفحتنا اللي هي على الفيسبوك، صفحة استخراج الذهب، راح تحصل فيها الاسعار مجرد ما ارسلت رسالة الى الدايركت، او زوروا موقع الشركة موجود فيها الاسعار اللي هو البياتي ديتكتر.com، وراح نخلي بالمعلومات اللي تحت الفيديو. وشكرا.